من بين القطاعات التي تستدعي أيضا مساهمة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية للدبلوماسية الاقتصادية الوطنية يجدر ذكر قطاع السياحة الذي وبالرغم من المؤهلات الكبيرة لبلادنا إلا أنه يبقى حبيس عوائق عديدة وهو ما يحتم علينا ضرورة النهوض به من أجل جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز عبر دعم وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة لصالح السياح الأجانب وتنويع العرض السياحي والعمل على بروز أقطاب امتياز سياحية تستجيب للمعايير الدولية وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية وهي مستهدفات يقع على عاتق ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية المساهمة في بلوغها بالعمل على التعريف بالوجهة الجزائرية وبعرضها السياحي الفريد من نوعه واستقطاب الطالب العالمي والاستثمار في مجال السياحة.